يشكل الاهتمام الرياضي في المجتمع حالة إيجابية نقدر نشوف ملامحها بكل وضوح مع انتشار النوادي الرياضية، تزايد عدد المدربين وأخصائيين العلاج الطبيعي، الإقبال على رواد التغذية الصحية. يمكن ما نبالغ لو قلنا أنه صار في كل حي نادي وممشى، وطبعا هذا مؤشر صحي رائع. اليوم طبعا جدة تحتضن كل هذا التنوع في معرض رياضي يجمع كل المهتمين بالرياضة، نتعرف على تفاصيله عبر سكايب مع الأستاذ عبد الله الحسيني. أهلا وسهلا فيك عبد الله، وبداية صراحة عندنا فضول، ودنا نعرف ليه توجهت بفكرة تنظيم هذا المعرض للجانب الرياضي تحديدا. يا أهلا وسهلا فيك الله يحييك. والله بداية أنا من المهتمين بالرياضة، محبين الرياضة، فكان في أوقات كثير يعني ناس كثير تواجههم صعوبة يجيبون كل الأغراض من مكان واحد، أو يقدرون يقارنون بين الأشياء من كذا جهة معينة، فيكون الموضوع يبغى له لفة وصعب شوي. حنا جمعنا كل شيء إن شاء الله موجود بموقع واحد، من ناحية نوادي، من ناحية مطاعم، شركات مكملات، علاج طبيعي. يعني يجي الشخص عندنا إن شاء الله يقدر يقارن بين كل المنتجات وكل الأسعار وكل مقدمين الخدمات، وتكون كل الخيارات تقريبا أو أغلب الخيارات قدامه إن شاء الله. أيوة ما شاء الله، شايفين يعني الناس وراك متفاعلين ومتحمسين وكل المعضلين موجودين، ولكن كيف نقدر نلمس تزايد الوعي الرياضي في المجتمع؟ يعني هل هو تزايد الأندية فقط أو فيه مؤشرات ثانية؟ لا، بالنسبة لتزايد الوعي له عوامل كثير، زيادة الأندية، انتشار ثقافة التغيير الأكل الصحي، تغيرت فكرة الناس للأكل، اللهم صل وسلم عليه، سهل وصول للمنتجات، يعني وصار يمكن صارت الرياضة لايف ستايل عند الناس فعلا، يعني لايف ستايل وزاد الموضوع عند الرياضة بشكل كبير. يعني اللي بيبدأ مجال أو يبدأ بالرياضة يسهل كل الإمكانيات سهلة قدامه، أو كل الخيارات موجودة عنده. يعني ما يتعب، ما يحتاج إنه مثلا مثل أول يرجع يبيس الأكل حقه، يحاول يتعلم من أول وجديد، لا، يحصل كل شيء موجود. يعني عندك مدربين يسهلون له كل شيء من ناحية التمارين، أخصائيين تغذية يسهلون له كل شيء، والآن برضو في برامج تجمع الاثنين مع بعض، صارت أسهل وأسهل. صحيح. طب كلمنا عن مكونات هذا المعرض، يعني إيش التخصصات اللي جمعتوها هذه المرة في المعرض عشان تكون يعني نقدر نسميها بالمنظومة المتكاملة؟ تقريبا خلينا نقدر أقول لك من إيه تزبط علاج، اللهم صل وسلم عليه، خلنا نبدأ بالمطاعم الصحية لأنها من البداية. جمعنا مطاعم صحية وكذا خيار متنوع، يقدر يجي العميل يجرب من كذا مطعم، يشوف العروض اللي موجودة، الأكل اللي موجود عند كل مطعم، يقدر يسوي على قولتهم المقارنة بين المطاعم، ينتقل بعدين لشركات المكملات، موجود كذا خيار، كلهم متواجدين بالمعرض واغلبهم متواجدين بالمعرض ومن اكبر الشركات، يقدر يعني يقدر يقارن بينهم، خلص من موضوع المكملات والمطاعم موجود في عندك اللي هي المختبرات حقت التحاليل، يبغى يتاكد في عنده نقص بشيء معين، الشغلات موجودين وفي عندهم عروض برضه. اللهم اهم شيء عبد الله مركز على العروض انت اليوم. اي الامانه احنا على قد ما نقدر الناس اللي تتواجد معنا نقول لهم، يعني احنا نبغى الفائده تكون للزائر انه يجي يحصل عرض ما يلقاه برا عشان يجون الناس. صح، يعني بالاول والاخير صراحة. ايوه بالاول والاخير احنا نبغى الناس تستفيد من المعرض بشكل كبير. اللهم صل وسلم عليه، تقريبا غالب الجهات مسوين عروض حلوه، اللهم صل على محمد، قطعتيني شوي. طب يعني يمكن وين وصلنا؟ اي وصحيح، فئه الشباب من الجنسين يمكن اكثر شريحه أكيد مستهدفه عاده. يعني أكيد ايش الخيارات اللي يبحثون عنها سواء في النوادي الرياضيه او المدربين او المكملات الغذائيه؟ يعني على ايش بيدوروا قبل ما يسجل في اي نادي؟
هو طبعا تسجيل بالنادي له خيارات يعني له حاجات كثيره بالغالب. واول مثل انا عن نفسي اشوفه مهمه لي موقع النادي حلو طبعا هذا بعد ما يكون فيها الرياضه حقتي او مثلا التسجيل اللي انا استاذ من ناحيه سواء كان كارديو او رياضات هوائيه رياضات هوائيه هي كارديو او اثقال او بوكسينج او الشغلات هذه كلها. بعدين نشوف الموقع حق النادي اذا كان مناسب لي لانه طبعا غالبيه الوقت مع الدوام والشغلات هذه صعب انه ياخذ نادي بعيد. الناس صارت شويتين ما تلتفت على السعر اكثر من انه جوده المنتج اللي يتقدم لها مقارنه بالسعر. اي كواليتي صحيح. بالضبط صحيح. وبرضه يشوفون المدربين اللي موجودين بالنادي هل هم كفاءات؟ هل راح يستفيدون منهم؟ وكل هذه عوامل تاثر بموضوع اختيار الشخص للنادي. صحيح. طيب عبد الله بجانب النوادي الرياضيه وازدياد فرص المدربين، يعني ايش المجالات الاخرى اللي انتعشت بسبب الاقبال على الرياضه؟ كثير يعني عندك الان تقريبا كل اللي متواجدين بالمعرض كلهم انتعشوا من الرياضه سواء مطاعم سواء علاج طبيعي سواء مدربين او اقصائيين تغذيه المنتجات حقت المكملات المختبرات. يعني الان الناس يعني من متى كان الواحد اول يسوي تحليل يتاكد فيه من ناحيه الفيتامينات اللي في جسمه؟ الان صاروا ما شاء الله تبارك الله في وعي صارت الناس تاخذها بشكل دوري. صح. اللهم صل وسلم عليه. الناس صارت تستفيد برضه من موضوع المطاعم الصحيه. اول الناس خلاص تاكل فاست فود وانتهى الموضوع، الان مطعم صحي ما شاء الله موجود في كل حي، اقل شيء مطعمين. صحيح. وكمان يعني فزادت فرصهم. كلمني عن ايضا انواع رياضات اللي ما كانت منتشره عندنا قبل ونقدر نقول اليوم انه صار عليها اقبال كبير. طبعا زي ما احنا ملاحظين اول شيء الدراجه ما شاء الله تبارك الله الناس كلهم انتشروا فيها مع الاجواء الحلوه ما شاء الله يعني كل العام. صح. دراجه وفي برضه سكيت. السكيت ما شاء الله تبارك الله الفتره هذه طيب نزلوا فيها وبداوا يدخلون فيها ناس كثير. الرياضات مثل الكروسفيت بدات تنتشر النوادي حقتها. صح. والاي ام اس ايضا انا اتدرب اي ام اس يا عبد الله. اي طب برايك وبكل صراحه يعني هل تتفق ان الانديه النسائيه تجاوزت الانديه الرجاليه بسبب الاقبال السريع من السيدات على الرياضه؟ هو كذا متورطين شويتين. لا خليك صريح. اي هو بالنسبه للانديه النسائيه ما شاء الله تبارك الله يعني قاعده تزيد اعدادهم بس لسه يعني مو يعني ما تجاوزت الانديه الرجاليه. وللامانه ما شاء الله تبارك الله اغلب النوادي النسائيه من ناحيه الجوده وجوده المنتج المقدم للعميل يعني من الاخر جابوا بداوا من يعني من اخر ما وصلوا له الناس اللي بقى. صحيح. ويمكن هذه المنافسه اللي موجوده اليوم بين الانديه والمدربين يعني برايك عبد الله بما انك شايف السوق الان يعني وخصوصا السوق الرياضي هل ادت الى انخفاض الاسعار لصالح المستهلك او لا؟ هو عامل كثرة ما هو يعني ما يأثر على السعر بشكل كبير قد ما انه تنوع المنتجات المقدمة. يعني الان في النوادي اللي تعتبر خمس نجوم وامتنات فصعب انه يكون نادي يقدم خدمة يعني ما تقارن بغيره ويعطيك نفس سعر او سعر قريب من غيره. يعني حتلقي في نوادي يجيب لك اياها نادي وتدريب شخصي، يعني انت تكون مع مدرب من تدخل النادي لين تمشي. وفي النوادي العاديه اللي تدخل وتروح تتمرن او ممكن مدرب يوريك التمارين حقتها او يرسم معك الجدول وتكمل الباقي. في نوادي تدخل وخلاص فصعب انه تكون كلها نفس الاسعار. في تنوع المنتجات وتنوع الاسعار كلها موجوده. فاللي يبغى حاجه معينه بيحصلها وبيحصل في اسعار منافسين البعض فئاتهم. ونحن اكيد نتمنى لك كل التوفيق في هذا المعرض عبد الله وان شاء الله بنزوركم عشان نشوف العروض. الله يحييك. يعطيك العافيه. شكرا لك عبد الله نورتنا. مشاهدينا مكملين معكم بعد الفاصل. انخفاض الاكتئاب وارتفاع مؤشرات القلق أبرز نتائج مؤشر الصحة النفسية في المملكة.